في حياة جديدة عم تستناك حبيبي، حياة جديدة بكل ما تعني الكلمة من معنى. في تغير على جميع الأصعدة، لكن كله في سبب واحد، وأكنه في حياة جديدة، زواج، ممكن يكون السفر اللي طلع معانا من قبل، ممكن تسافر مع شريك مستقبلي هو يكون في بلد ثاني، أو ممكن تسافروا بعد الزواج في سفر. يعني البعض منكم ما رح يكون يعني يستقر بعد الزواج في البلد نفسه، رح يكون في سفر، رح تسافر. يمكن الشريك المستقبلي أو الجاي في حياتك هو كتير أنت قريب من هاي المرحلة، عم تقرب منها شوي شوي. طاقتك عم تزيد السرطان، يعني بكل الورق كنت في طاقة سيئة، وعم بتغير من تفكيرك، عم بتغير من العادات اللي انت كنت متمسك فيها، عادات سيئة أو أفكار سيئة أو طريقة تفكير سيئة، أو ممكن إدمان معين عم تطلع منه. عم تكون الفرصة كتير كبيرة في هاي الفترة إنك تطلع من هذا السم، أو ممكن يكون الإدمان اللي أنت كنت فيه. طبعا الإدمان مش يعني إدمان اللي هو، ممكن يكون على كتير شغلات، مش بس الإدمان بيكون تدخين، مخدرات، هاي الشغلات، لا، ممكن يكون تفكير بطريقة معينة تعود عليها عقلك الباطن لدرجة إنها مسيطرة عليك بطريقة مش طبيعية كانت. الآن عم بتحاول، أو أنت فعلا تركت هذا النوع من التفكير. ممكن إدمان على الأكل، إدمان على كذا كان موجود عندك، والآن عم بتغير. بالفترة الماضية كنت تشتري كتير أشياء بلا طعمة، يعني مش محتاجها، لكن عم بشوفك عم هاي الفترة عم تتعامل مع الفلوس بحذر، وهذا اشي كتير حلو. الحظ ما عم يلعب هداك الدور في الفترة الجاي، لازم تبذل جهد شوي، تندمج أكثر في الأجواء اللي حواليك، تترك العزلة اللي أنت كنت فيها. عم تنسى، عم بشوفك خلاص، يعني ولا كأنه صار إشي معك، عم تبدأ حياة جديدة. ممكن تكون بشايرها أو بوادرها، طاقات أكثر إشي عم تكون هوائية، ممكن تكون مائية برضو، أبراج ترابية، ممكن عذراء، ممكن جدي لبرج السرطان، ممكن ثور حتى مبين كمان. بس أكتر إشي الهوائية، فممكن يكون من برج هوائي هذا الشخص الجديد. على فكرة أنت سمعت عنه، أو يمكن ما شفته، أو بس سمعت عنه أو بتعرف عنه شغلات. يعني هو مش شخص جديد 100%، ممكن يكون قريب إلك أو بالشغل قريب منك، لكن هو مش جديد 100%. هذا الشخص ممكن تكون عارفه من قبل، ممكن يكون من القديم، جاي من الفترة القديمة، كان موجود في حياتك تركته، وممكن ترجعوا من طاقة هوائية عم بيكون أكتر إشي. إذا في حياة جديدة للعزاب عم تستناهم، فكونوا يعني مبسوطين وسعيدين، إن شاء الله الخير في الطريق. خلينا نشوف للأزواج وللناس المرتبطين اللي هم مع بعض، مش تاركين، مش منفصلين، للأشخاص الغير منفصلين. إن شاء الله كمان الورق يكون حلو زي العزاب. في نوع من البعد بيناتكم رح يصير،
بناء عليك انت او الطرف الثاني بده يبعد شوي، لكن مش طلاق للازواج، لا ما في ورقة طلاق او شيء بدل على الطلاق او الانفصال، لكن في نوع من البعد. بس انتوا لحالكم في هاي، مش مبين عندي علاقة ثلاثية، او حتى لو كان في علاقة ثلاثية ما لها تأثير، ما ظهرت ابدا في الورق. في شوية مشاكل بس مع الاولاد، في ولد عم بغلبك من اولادك، في مبين حمل ممكن يكون، حتى عم تتسرع الامور، عم تفكر بالاسم من اول، يعني هذا يعني كنت استناه من فترة طويلة ومسمي الاسم وعامل اللي هو جو للمولود الجديد. بتخيل كنت مخطط هذا الموضوع للحمل في هذا التوقيت. حبايبي، إذن الأزواج ما في شي بخوف، لكن في شوية طاقة بعد بينك وبين الحبيب، لكن مش عن مشاكل كبيرة، لكن في طاقة ملل بيناتك، أو عم بتحاولوا تجددوا الحب عن طريق البعد ثم المصالحة، ثم يعني هيك عم ببين إنه عم بتحاولوا تغيروا في العلاقة، عم بتحسوا بالملل يمكن من إزعاج البيت، إزعاج الأولاد، الطرف الثاني عم بيكون كتير منزعج من البيت، عم يهرب لأجواء تانية، إما مع الأصدقاء أو بالشغل، عم بيلهي حاله. طبعا القراءة ممكن تكون عكسية، بس الحب موجود، الحب موجود بشكل كبير، وكأنه هدول الأشخاص يعني أخذوا بعض أساسا عن حب. عم تتغلب العاطفة أكثر بشهر تموز على المنطق بتفكيرك، عم تكون كتير عاطفي، عم تحسب الأمور أكثر العاطفية. خلينا نشوف الأشخاص المرتبطين المش متزوجين، مبين إنه في مشاكل عم تنتهي، في قصر عم يستناك، أو بس هو بعيد شوي، خلينا نكون صادقين، هو بعيد شوي. عم تتحرك أحيانا الأمور عكس ما أنت بدك إياها بشهر تموز، لكن حلو إنك يعني عم تخلص من مسؤوليات، عم تخلصوا من شوية تراكمات بناتكم، ولكن الطريق عم بتكون طويلة. خلينا نشوف إذا في احتمالية زواج. هذا الشخص جرحك، جرحك هذا الشخص، وهاي الشغلة مأثرة عليك، وعم تسيطر عليك هاي الفكرة كتيرة، ما عم تنسى قد ما الطرف الثاني عم بيحاول انه ينسيك هذا الموضوع، ما عم تنسى. انت بالفترة الجاي كتير عم بتفكر بسلبية نوعا ما تجاه العلاقة. عم يعني انت كنت مفكر حالك انه انت على ارض صلبة، لكن الان في امور عم تحدث، انا شايفة في مشاكل في الموضوع، لكن ما في انفصال، مش مبين انه في انفصال، لكن التنين انتوا عم بتكونوا حذرين في هاي العلاقة، ما عم تكونوا قريبين كتير من بعض، ما عم تخبروا بعض كل اشي بصير معاكم، في غموض عم تخلقوه، او الطرف الثاني عم يخلقوه، او ممكن اتنيناتكم يعني راح تكونوا مشكلجيين بالفترة الجاية، بتميلوا أكثر للمشاكل، أو بتكونوا منفعلين خلص إنه بس. شوف يعني بالأخير في نهاية، في ممكن يكون في ارتباط وأولاد وبيت، في كتير احتمال إنه تجتمعوا. حتى شوف يعني كمان هذا الكرت كتير روعة،
هذا الشخص ممكن يكون مائي، أكثر إشي مبين عندي. للمتزوجين ما ذكرنا، الناري بيغلب وممكن مائي برضو. إذا في شوية مشاكل عند المرتبطين، لكن في مستقبل حلو لهاي العلاقة، وكأنها عم تصفوا حساباتكم مع بعض وتبدوا صفحة جديدة على بياض. خلينا نشوف للمنفصلين، إذا حبايبي اللي عم يستنوا لهم فترة طويلة، طبعا أنا ما عم بحكي عن فترة سنين، للناس اللي تاركين من مثلا أقل من سنة أو سنة وشوي، مش يعني اللي هي سنين، لا، أو أشهر أو أسابيع، اللي هي فترة مش كتير طويلة. إذا برج السرطان شو مستني؟ شوف أول كارت اللي هي الطاقة القديمة اللي كانت موجودة، كلها كروت بتدل على عذاب. كان في أطراف داخلين في الموضوع كانوا يغلبوك بالفترة الماضية، أو كانوا يأثروا على الشريك بطريقة من الطرق. هدول الأشخاص ممكن يكونوا علاقة ثلاثية، وممكن يكون شخص آخر من الأهل أو الأقارب أو كذا. ما كان عم يكون في أبدا استقرار في العلاقة اللي بيناتكم، ما كنتوا أساسا على وفاق لما كنتوا مع بعض، أبدا ما كان في تفاهم، كان في خوف من جهتك ناحية الشريك حتى وإنتوا كنتوا مع بعض بالفترة الماضية. بالفترة الحالية عم بشوف شوية تأخير في موضوع الرجوع، يمكن من عندك أنت أو من عنده، لكن في فكرة جديدة، في خبرية رح توصلك تطمنك، في إشي إيجابي. لكن أنا بحكي لك ما تغرق بالأوهام، كون كتير حكيم. عم بشوفك حابب تطلع من هاي العلاقة، أو تنسى خلص موضوع الشريك الآخر، لكن الطرف الآخر، لكن لا، مش مبين عندي إنه رح يستمر هاي الطاقة عندكم. رح يكون في مبادرة حلوة هيك بطريقة جديدة ما كنت أنت متوقعها أو متصورها. رح يكون في من بعد هذا التأخير ومن بعد العزلة، أنت انعزلت عن كتير ناس الفترة الأخيرة بسبب علاقتك العاطفية، ولكن عم توصلك بشاير وأشياء حلوة عن الموضوع. لكن رجوع كرجوع راح يكون في بوادر أو في بداية لحل الأمور بيناتكم، لكن الرجوع ما راح يكون بالأسابيع الأولى من شهر تموز، ممكن يكون في نهاية الشهر لبرج السرطان. لكن في أخبار حلوة عم توصل عن الشريك، إما ترك العلاقة الثلاثية اللي أنت فيها أو هو كان فيها، القراءة ممكن تكون عكسية، أو إنه شيء تاني ممكن يوصلك من الشريك وعم يفرحك. إذا طاقة البعد والانعزال عم تنتهي بينك وبين الشريك حبايبي المنفصلين، والمتمسكين في الطرف الآخر عم بيفكر فيك حبيبي، فكون مطمن. رح نشوف نصايح من الكون أو من الطاقة الكونية، شو ممكن تكون هاي النصائح، احنا ممكن نكون محتاجينها بهاي الفترة لحتى نعرف ايش مستنينا او الطريقة اللي لازم نفكر فيها. نصائح ممكن تكون من
أنواع كثيرة يعني، مش برج السرطان عم ببشرك بالخير، بس عم بحكي لك اترك إدمان معين أو فكرة معينة أنت كنت متشبث فيها، فكرة سلبية، ابعد عن التشاؤم، في خير بالطريق، ما تضلك عم تلف على يعني عم تبلش يومك وكأنه بتشاؤم وتنهيه بتشاؤم. فعم يحكي لك كون متفائل، كون محب للحياة لأنها هي رح تحب